كرام، من الصحراء إلى الفضاء، جملة مكثفة تلخص حكاية الوطن مع هذا الحلم. جملة حفظت في ذاكرة قادتنا الرشيدة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان باني الوطن الذي بقى في سماء الدنيا نجما وهاجا لا يغيب. ضمن جهودها المتواصلة للتقدم والتطور، دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، وذلك عبر مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء وبدء العمل على إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ. بتاريخ 20 يوليو 2020 انطلق المسبار في مهمته ليصل إلى المريخ بحلول عام 2021، تزامنا مع الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يدير وينفذ المشروع فريق إماراتي يعتمد كافة أفراده على العمل والاجتهاد لاكتساب جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء. وتهدف هذه المهمة إلى تطوير الكفاءة البشرية الإماراتية في مجال علوم الفضاء وتطوير الأبحاث العلمية التي تعود بالنفع على البشرية. إذن مشاهدين الكرام، تغرد سماء دولة الإمارات العربية المتحدة ابتهاجا بذكرى قيام الاتحاد، وتغنى الشعراء بحب الوطن وتجلت قصائدهم في ألوان الشعر كافة، فقدموا كل كلمات الحب والوفاء لهذا الوطن الغالي. ويسعدنا في هذه المناسبة أن يكون معنا الشاعر ربيع سعيد الزعابي ليشاركنا بكلماته الشاعرية. طبعا أهلا وسهلا فيك شاعرنا، شاعر ربيع، مسائك فرحة وطن وسعادة بهذا اليوم السعيد. ما في شك أن يوم فرحة وفرحة وطن. نعم. مثل ما قيل يعني، وحال كل إماراتي أو مقيم هنا يبارك للقيادة حكومة وشعبا، يعني نبارك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يحفظه رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء، وأخوان حكام الأعضاء حكام المجلس الاتحاد الأعضاء للدولة حكام المجلس الأعلى. نعم. للدولة، ومبارك لهذا الوطن ولكل شعب الإمارات. طبعا أكيد اليوم الفرحة تعم الجميع الشاعر ربيع. اليوم نشوف الجميع في الشوارع، الأطفال مبتسمين يحملون هذه الأعلام، لابسين زي دولة الإمارات بألوان علم دولة الإمارات، فالأهالي أيضا سعداء، الجميع بهذه الإجازة يعبر بطريقته الخاصة. يمكن نشوف الناس اليوم اللي موجودين في البار، اللي موجودين في الأماكن البحرية. صحيح. الجميع سعيد بالإجازة وباحتفاء بهذا الوطن الغالي. صحيح. فأتوقع اليوم الشعراء والكلمات الشاعرية اللي موجودة تقف عاجزة في وصف حب الوطن. صحيح. فممكن اليوم نسمع من هذه الكلمات الشعرية الجميلة منك شعرنا، نبتدي فيها هذه الفقرة إن شاء الله. يقول: أنت أول من عرفنا، أنت أول من رأينا، أنت أول من عشقنا، أنت أول من هوينا، ننولد فيك ونموت، يا صدى يحضننا صوت، أشتي يا مجد المسيرة، أنت الأولى والأخيرة، عزنا شيخ ودار، موطن النور،
النهار وين سرنا العز سار نعشقه جنة ونار واقفة كنها الصقور واثقة وهي الغرور ساكنة موج البحار ما هدا إلا وثار أحضنك بر وبحر واكتب رمالك شعر وارسمت شيء كبير في عيون الكل غير انتي قد المجد كله انتي كل المجد قدك انتي بس احنا نحبك انتي العالم يحبك من شبيهك لا احد من خلق قبله وبعد وانتي اخر من عرفنا انتي اخر من راينا انتي اخر من عشقنا انتي اخر من هوينا. يا سلام، صح لسانك الشاعر بيع. أتوقع اليوم الكتابة للوطن شيء مش هين بالنسبة للشاعر، فهل دائما الشاعر تأخذ وقت في الكتابة بحب الوطن، ولا الكلمات دائما هي تفيض في التعبير عن حب الوطن؟ شوفي الله يسلمك، الشعر مرتبط بالوطن، والشعر هو اللي يغنى ويتغنى بالوطن. دائما انت في اغلى مناسبه واجمل مناسبه وطنيه حضور للقصيده او حضور للاغنيه اللي هي من القصيده الشعريه. فالتعبير يعني الشعر احد تعبير هو احد التعابير اللي هي عن مشاعر الفرح. صحيح، فما في شك الشعر والاغنيه انت بتعبرين فيها، شو بتعبرين غير بعمل تقدمينه؟ نعم، يا هي اغنيه مقدمه، يا هي قصيده، يا هو عمل فني، وكيف ما يكون يعني. نعم، ولكن شاعرنا هل ترتئي دائما ان الشعر يبقى كما هو، ام ايضا تميل الى الشعر المغنى؟ هل الغناء ايضا لهذه الكلمات، الشاعر يضفي ايضا جمال على هذه الكلمات؟ ما في شك الاغنيه تضفي، بعض القصائد ما تحتاج أغنية، ممكن القاها والكلمات تكفيها، وبعض القصائد تتجمل بالأغنية. صحيح، تضيف لها لمس الأغنية كجمالية لها، ممكن يعني تعطيها انتشار أكثر أيضا، تعطيها انتشار توزيع ما في شك أكثر يعني. صحيح، يعني اليوم أتوقع أن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبح يمكن الشاعر يجد هناك سهولة في نشر الأشعار. صحيح، يمكن أيضا هي منصة للتواصل مع محبي هذا الشاعر، وممكن تلتمس أيضا آرائهم بشكل عام. صحيح، فكيف سهلت أيضا مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بالنسبة للشاعر على مدى انتشار هذه الأشعار؟ هي فتحت المجال لانتشار أسرع وأسهل، هاي من الايجابيات يعني. نعم، النشر دقائق تنتشر، لكن بعض 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 الاحيان يختلط الحابل بالنابل يعني يجونك بعض الاحيان في غير شعراء وينشرون والناس تفكر ان هذا شعر مثلا، مستشعرين كما يقال ممكن. نعم، يعني فما تكون الرؤيه واضحه يعني. نعم، لكن هي بالنسبه للشعراء اللي يعرفونهم الناس وهذا ما في شك ان مرتع خصم. صحيح، لتقديمه وتقديم شعره يعني. نعم، طبعا دائما المستمعين والمتابعين لهذا الشاعر يعرفون قيمة هذا الشاعر وكلماته، فيقدرون أيضا الشعر، يعني الشعر الصحيح والشعر الذي يحمل هذه الأسس من الشعر ممكن اللي فقط يحمل كلمات عادية. صحيح. نعم، لكن نسمع شيء أيضا منك شعرنا. عندي للشهداء بيتين شايتين، أبها نعيش أبها نموت، أما ناخذ ثارنا ولا الشهادة، فعل فعل رجال ما بنزيد صوت، الإماراتي ترى قوله زنادة. يا سلام، صح لسانك. اليوم الحمد لله بفضل هذه الدولة وأيضا الحكومة الرشيدة مشت وخطت خطوات ثابتة، عززت في شعب دولة الإمارات سواء مواطن أو مقيم، عززت فيهم هذه الصفات الإيجابية، الصفات التي يفتخر فيها الإمارات اليوم لما ينتقل أو يتنقل في السفر من بين دولتين لدول أخرى، يفتخر أنه إماراتي، يكون أن اليوم سمعت دولة الإمارات أخذت حيز كبير ووثقت فيها الدول الأخرى، فبالتالي اليوم إحنا نفخر بهذه الدولة ونحتفي بهذا اليوم اللي ممكن إحنا نقصر فيه في مشاعرنا
لأن ممكن نحب نعبر بطريقة أكثر لكن يمكن الكلمات ما تسعفنا. فاليوم كيف ارتئيت شعب دولة الإمارات وفرحتهم من خلال هذه الأيام؟ ما شاء الله اليوم الشوارع مزدحمة بالسياح والزوار وأيضا الاحتفاء بهذه المناسبة. يمكن نشوف حتى من بين المناطق ما شاء الله إعلام دولة الإمارات في الفرجان مثل ما يقولون، الإعلام ما شاء الله منتشرة والكل يحتفل بطريقته. صحيح، اليوم مثل ما قلت الفرحة كبيرة والفخر أكبر. الجميل الأشياء اللي يقدمها الإماراتي والمقيم في بلده الأشياء تكون إيجابية. نعم. والفخر الأكثر أنه لما يقدم برا ويمثل بلده يقدم أشياء إيجابية، والعكس أنه في الأمور السلبية إذا قدمها ممكن تضر سمعة بلد. صحيح. فدائما الإنسان يكون عند حسن الظن ويقدم ما هو جميل عند الآخرين. نعم، كما يقال يعني شاعر بيع أن اليوم يعني الشخص تبين أو يتبين هذه المعادن في المواقف. صحيح. فبالتالي اليوم إذا بتعبر عن حب دولة الإمارات وحبك لهذه الأرض ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات، بأي دولة كان هذا الشخص، ليس فقط في المناسبات. صحيح. قد نتغنى ونعبر عن هذه الكلمات، إنما هي طوال أيام حياتنا كل يوم إحنا نقدم شيء إيجابي. اليوم أصبح الجميع يعني يبحث عن التميز والتفرد والعمل يعني بطريقة ابتكارية مميزة. صحيح. فهو ليس فقط في يوم واحد، ولا شو رأيك الشاعر البيع؟ ما قدمتيه يكفي أختي مذيعتنا، ما قدمتيه من الكلام يكفي. نعم، يعني لابد أن المواطن يوميا يقدم شيء جديد لدولته ويتفرد فيها. أكيد أكيد، يعني حتى أيضا يرد الفضل لهذه الدولة. ما في شك، الوطن اللي قدم لنا شيء كبير، ولو ردينا هالدين يعني قليل ما نوفي. صحيح، قليل ما نوفي. نعم، اليوم يعني شاعرنا نشوف ما شاء الله 200 جنسية تعيش على أرض دولة الإمارات، الجميع يعمل بروح الشعب واحد، ليس هناك فارق لا بين جنس ولا عرق ولا أطياف مختلفة في دولتنا اليوم. فهذه الأواصر المتصلة في شعب دولة الإمارات ما سببها شاعر ضيع؟ سببها أن حسن تعامل الحكومة، حسن تعامل الشعب مع هؤلاء. نعم، ما في شك السمعة مهمة، فالبلد أو الإنسان اللي يميز عن الآخرين السمعة، متى ما تكون السمعة حسنة وجميلة تضفي انطباع عند الآخرين إن هاي بلد طيبة، بلد أمان، حكومتها شعبها طيبين، فتستاهل نعيش فيها. نعم، صح لسانك شاعرنا اليوم يعني شاعر بيع سعيد الزعابي. زدت هذا المساء جمالا بهذه الكلمات الشاعرية. الله يسلمك، ما في شك إن اللقاء معاكم كان جميل، وحديث المساء فعلا حديث جميل وياكم، وأكيد من خلال أيضا هذه المناسبة يزداد جمال بمناسبة اليوم الوطني 49. ما في شك، ما في نعم. شك. شكرا لك شاعرنا. شاكر لكم على حسن اللقاء. شكرا لك. إذا مشاهدينا دائما الكلمات قليلة في حق الوطن، وإن عبرنا تبقى الكلمات عاجزة عن التعبير عن هذه الفرحة. هي فرحة تشمل الجميع. اليوم نفتخر بهذا الوطن المعطاء، وطن السعادة، وطن الأمن، وطن السلام. دمتم في أمان الله مشاهدينا، والتقونا بأيام قادمة غدا بإذن الله. أيضا لنا لقاء موحد عبر قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تابعونا غدا في هذا النقل. ننقل فرحة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة في عيدها 49. تصبحون على خير مشاهدينا، ومع السلامة. عيشي بنا